احنا بنكلمكم هنا ما بين احنا وسهلا. بعد ما خلصنا الغطسه دي الراجل اللي بيصور شكله هيغرق. ده انت وراك مش وراك. مش مدمرانا قوي. انا عاوز اطلع الكرمالي في صدرك. يا عم كمل الفيديو مع الشباب. كل واحد اقول له كلمه. يلا يا كوتش. كوتش علي. ايوه. يلا. انا النهارده معاكم على ده. حط الكاميرا عليه ده. اهو. ده ايوه. شوف ايوه. ايوه هو ده. هو ده. طارق العوام. ايوه اسمه طارق العوام. ده انا حاطه في بالي هنا في الكورس الجاي ان شاء الله في الريسكيو. ده انا هخليه يحلم بحاجه اسمها السرير. لا انت فاهم. خدك خدك الروح. هات شويه. الكوتش طبعا بيتكلم من منطلق ان هو لسه مش عارف قدرات طارق العوام. ايوه اول قدره اللي هي دي. بص هو عايز يغرقني بس طبعا مش عارف لسه. بص ادي نزلت جبتك من تحت. طبعا التصوير اللي فات ده كان فيلم سينمائي احنا عاملينه بس اوكي يعني. جيب يا مسترك. خد يا طارق. ايوه صور هنا طارق. There is a guy who's come with us. اوكي جيت لي مور What? You got tired? You got tired? What? أيوه. Jack. هاي معلم. يلا انزل. مستر شكيب كلمة للذكرى. اهلا وسهلا. والله هذه رحلة ممتعة بدأنا وعاد الى ممارسة مرات عديدة ومتعددة مع اخوة الكل اخباري اخ علي جميع الاخوان اخائنا في المروج والمروج وطانا. فبتمنى انه تكون مناسبات متعدده لو نستكشف تمام البحر وبالخصوص لو نستكشف بحر العرب. تمام تمام. شكرا يا باشا على الكلمه دي. مين يا ريس؟ كوتش جسمه تسلخ فوق طبعا شكله مش هيخلص معانا. يا معلم المره هذه خلاص صورني مع محمد طارق. يلا طارق صورنا الاثنين بليز. الصورة مش فيديو. يلا اوكي.